انت شيرين ايه الدنيا؟ وات ذا اي وات ذا السلام عليكم لافامي صافا جيسبر كامل تكونوا بخير تكونوا دوزتوا نهاركم بخير وبركه يا اجي وقربوا عندي دابا تسمعوا مزيان فاش حضرت لكم ديك النهاريه ديال كاسون فيو شي كلشي بقى عليا دير براك دير براك دير براك دير براك نو شتي هاد البراك ديال اليوم الله يدير شي شاول ديال الخير ربي يدير شاول ديال الخير حيت هاد البراك هذا اللي غندير اليوم على الوليد غنخرجها من نتاع بصح ما غاديش نقول لكم حتى شي حاجه ديال البراك تتفرجوا البراك غادي يكون هارب من نتاع بصح ليكم على الخوش الا كنتي كتشوف اول مره لاشين الخوت ماشي دير لنا واحد لايك سبسكرايب خو زاد الجرس الخوت حتى هويا خوت تقولوا كيفاش هذا ولا انت كاين في الدار باغي يدير لها برانك هو شي صور بعد الطلاقه نتوما عارفين دابا هذا رمضان ربعا نجي على الشيء الويدا خرجت تقدا الشيء اللي غدير الفطور وانا استغلت الفرصه بيان سير درت لكم التقديم ولكن البرانك غادي يكون مع الفطور قد قد ما غاديش طاح لكم الفكره على الراس ولكن نتسناو الخوت غتشوفوا هاد البرانك راه الهرب ان شاء الله ما نطولش عليكم بيزو كبير ليك تكونوا كملوا البرانك من الاول حتى الاخر حتى اخويا مشينا جبنا الادوات اللي غادي يتم بهم المهمه بيان سور اللي هو هذا وهذا حنا ما غاديش نكملوا دي حاجه طبيعيه حنا ماشي نديروا شي حاجه واي واحد يدير شي حاجه الخوت الله يعفو عليه ونطلبوا من الله الهدايه للجميع ان شاء الله هذا غنخويو منه هاد العجبه هذا يعني حنا محتاجين هاد العيبه هذه ومحتاجين هذا نشدو هادي غادي نعمروها بفليو باش نحرق لكم المراحل ودابا عرفتوني شنو غندير ولكن راه خاصكم تشوفوا الرياكسيون ديال الوالده فاش انا غنديرها بواحد الطريقه ما غاديش نحرق لكم المراحل الاخوان خليكم الخوت كملوا الفيديو من الاول حتى الاخر يلا ان شاء الله نتلاقاو دابا حتى غادي تحط طبله وغيتقاد كل شيء ونتلاقاو في الفيديو عليكم تهلاو فراسكم راه هي لا ادنى دابا الوالده راه كتحط كتوجد داكشي غادي نعاونها باش ما نبين ليها حتى شي حاجه انا بلاصه الكاميرا غنمشي غنبقى نعاونها وداكشي كملوا معنا الخوت الفيديو والله يا جماعه ان شاء الله بصح تهضر معايا في هذا الفيديو هذا خوش ما تنساوش نوح لايك سبسكرايب الخوش وفعل الجرس على صافي خوش خلينا نخشي كومونتير زوين معلم خرج من الزنقه وشي ما دينتي كمي وتزيدي الهضره وهادشي اللي في يدي وهادشي هكا كيديروا
وكتكمل. وسالي. 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 و
يلا خرج عليا يلا خرج عليا دابا خرج عليا ما عندي ما ندير صافي انا داري ما يدوزش فيها الشماكريه خوش قسم بالله ما نولي نعاود شي برانك اقسم بالله كتجري عليا من الدار انايا شو والله انت كيت انا اللي عييت عاوتاني خويا نتا انت الفيديو راه واحد طيب التيسه كاميرا لا كاميرا صافي خوش بالروجه ما يولش شي واحد يقول لي دير لها براك ولا شي حاجه ما دير لي اخويا بقلم مريضه باغا نتدبر جبتي لي حتى المقاسه ديال الفطور عاد درتي لي والله الا تنرسمنا مع شي خوشي تلاو في راسكم ما نعاود ندير شي برانش واش اخوتي ديالي صافا شتو كلشي أكيد سلخان شاء الله أصلا والله يشوف الحمي كيف اللي دائم شوف كل شيء وليش حمر أجل لي بلا ما ندوي عليه ما يخليه الله وصام بقي شو لي دي لابرانك دي لابرانك دي لابرانك أنا درت لابرانك استقال اللي مدير لي البرانك أنا اللي جاي في يد قاوين اللي وكل ساعات وما تتشوجش وما الخوت نتمنى يكون عجبكم الفيديو الخوت ما تنساوش انه واحد لايك الخوت واحد سبسكرايب الخوت وفعلوا جرس الجرس ما تنساوش و بارطاجيو مع صحابكم الى عجبكم الخوش وراه نتلاقاو لايف يوميا في النوم على 11:30 طلع لكم هنا النوم ديال الخوش ما تنساوش تدخلوا عندي كتكون زاد هي تحديات البال اي واحد تيبغي يدوي معايا وماشي نجاوبوش في انستغرام ولا يدخل يدوي معايا شي مارش نجاوب كلشي نطلع كلشي بيزو ليكم ونشوفو في فيديو اخر ان شاء الله.